السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة في طريقنا لأمن المعلومات. في الخطوة اللي فاتت اتعرفنا على الـ CIA وفهمنا أني علشان أحدد أمان المعلومات والبيانات لابد أن تتوفر فيها ثلاث شروط اللي هي الـ CIA، السرية والسلامة والإتاحة، وده بيتم من خلال منح صلاحيات فقط للمصرح لهم ومنع الصلاحيات أو منع الوصول لغير المصرح لهم. لكن كيف سيتم التعرف على الهويات للتفرقة بين المصرح لهم وغير المصرح لهم؟ أو سؤال تاني ممكن أقول، بما أنه شرط السلامة هو شرط من أمان المعلومة أو شرط التوفر هو شرط من أمان المعلومة، كيف سأصل لتوفر البيانات وسلامة البيانات وسرية البيانات؟ أو على العكس، كيف يتم كسر حماية البيانات أو الإفصاح عن بيانات سرية أو إتاحة بيانات محجوبة؟ كل ده بيتم من خلال المفهوم التريبل اي. مفهوم التريبل اي اللي خدناه في الخطوة اللي فاتت خدنا عنه فكرة، لكن ما كانتش كافية إن أنا أفهمه بشكل كبير. لازم نفهم هو تسمى تريبل اي ليه. ببساطة شديدة جدا، لو لاحظنا كل المصطلحات ديت بتبدأ بحرف الاي. عندي اول واحد authentication, authorization واكاونتنج، كلها بتبدا بحرف الاي، علشان كده هو اتسمى تريبل اي. ولو نلاحظ كمان ان كل دي دوره مرتبطه بعضها بالبعض، يعني بتبدا من خطوه تنتقل الى خطوه اخرى الى خطوه اخيره ثم تعود مره اخرى للخطوه الاولى وهكذا. وهي دي دوره حياه امن المعلومات. تعال نفهم واحده واحده. هنسأل سؤال ونقول كيف يتم التعرف على الهوية؟ الإجابة بما تعرف أو ما تملك أو ما يعبر عنك. تاني، يتم التعرف على الهويات بما تعرفه أو ما تملكه أو ما يعبر عنك. ما أعرفه زي إيه يا شباب؟ زي لو داخل حسابي في الفيسبوك أو تويتر أو حتى داخل البريد الإلكتروني، أول سؤال بيسألني من أنت؟ أنت مين؟ فببدأ أدخله اليوزر نيم بتاعي أو اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي أنا استطعت إثبات هويتي من خلال ما أعرفه. طيب ما أملكه زي إيه؟ زي كارت الصراف لو حبيت أني أودع أو أسحب فلوس أو أعمل كشف حساب، أنا بأضع كارت الصراف في الـ ATM ماشين أو ماكينة الصرف، وبيتم التعرف على هويتي من خلال ما أملك اللي هو هنا الكارت الخاص بالبنك. ممكن كمان في بعض الشركات بتمنح موظفيها بدل من مفاتيح الأبواب اللي هي المفاتيح التقليدية، بتمنحهم كروت إلكترونية لفتح وإغلاق الأبواب من خلالها. طيب ثالث وسيلة هي ما يعبر عنك. بيتم التعرف على هويتك من خلال ما يعبر عنك. ببساطة شديدة جدا، بصمة الإيد، بصمة العين، بصمة الوجه، DNA، كل دي أشياء بيتم إثبات هويتي من خلالها. وأشهر مثال هو في عالم الجرائم الحياتية، لما بيتعرفوا على السارق أو القاتل من خلال بصمات الأصبع أو من خلال بصمات الوجه وما إلى ذلك. طيب يبقى أنا عرفت النهاردة، عرفت إن في أمان المعلومة بيتحقق باستخدام بعض الوسائل والأدوات اللي هي بتتم من خلال مفهوم التريبل اي اللي بيؤهلني ان يتعرف على الهويات ويمنح تصاريح ويراقب هذه التصاريح. طيب السؤال هنا بقى، ليه قلنا في بداية الفيديو ان مفهوم التريبل اي بيستخدم بشقين؟ يعني سواء اني هبدأ أأمن بياناتي ومعلوماتي من خلال تطبيق شروط السرية والسلامة والإتاحة هستخدم مفهوم التريبل اي، ولو حبيت اني اخترق بيانات الغير او اصل لصلاحيات غير مصرح ليا التعامل معاها برضو هستخدم مفهوم التريبل اي. وللإجابة على التساؤل ده تعالى كده نرجع خطوة للخلف. هنا بيقول لي انت مين؟ انا لو داخل على معلوماتي وبياناتي هبدأ ابرز هويتي اللي هي ما اعلم او ما املك او ما يعبر عني. فبالتالي هنا لو أنا داخل علشان أكسر حماية بيانات هحاول الحصول على باسورد أو كسر حماية باسورد أو تخمين باسورد. الكلام ده إن شاء الله هنعرفه في الفيديوهات القادمة. هنا ماذا يمكنك فعله؟ لو أنا داخل أمن هستخدم صلاحياتي وتصاريح الممنوحة ليا.
لكن لو أنا داخل للحصول على تصريح أو داخل بطريقة غير مصرح لي بها، هحاول أن تحل صفة شخص مصرح لي على أساس أوهم العالم الرقمي أنه أنا شخص مصرح له بالاطلاع على البيانات والمعلومات. هنا في الأكاونتينج المصطلح ده مهم جدا، وقد لا يعني يصل للفهم الكامل عند بعض الناس. باختصار شديد جدا يا شباب، أي عملية إلكترونية بتتم في العالم الرقمي بيتم تسجيلها في سجل الأحداث من أول بداية دخول حتى الانتهاء من عملية الحصول على الخدمة. هنتخيل مع بعض أن أنت داخل على حسابك البنكي، أول خطوة بتعملها إيه؟ بتقوم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور، بيفتح لك حساب البنك، بتقوم بإجراء عملياتك، الحسابات، التحويلات، الأشياء اللي أنت مفوض عليها أو مصرح لك بالتعامل معها. أدي كده تاني خطوة. تالت خطوة، البنك أو موقع البنك بيقوم بتسجيل الأحداث عليك، بيتم تسجيل جميع العمليات، يعني يتسجل عليك كده أن أنت في تاريخ الفلاني في الساعة الفلانية قمت بالدخول على حسابك. أدي كده حدث أو إيفنت بنسميه، تمام؟ بعد كده والله تم تحويل مبلغ $1,000 لسين من الناس، يبدأ يسجل عليك. عملية شراء لموقع فلاني بقيمة الفلانية، يبدأ يسجل عليك. تيجي انت لو حبيت تستفسر فيما بعد على كشف الحساب، يبدأ يستعرضه منين؟ من عملية الأكاونتينج. وبالتالي الشخص اللي داخل بطريقة غير مشروعة هو هيحاول يطمس العمليات اللي تسجلت في الأكاونتينج علشان يخفي هويته. أتمنى يكون الموضوع واصل ومفهوم بنسبة كبيرة. الخطوة اللي جاية إن شاء الله هنتناول فيها موضوع الأثنتيكيشن بشيء من التفصيل، وأوعدكم أن الخطوة اللي جاية فيها نوع من التشويق، لأننا هنبدأ نشتغل بإيدينا شغل خفيف بسيط ونفهم يعني إيه الباسورد، إيه هي شروط الباسورد، ونستعرض مع بعض شروط هنطبقها على بياناتنا ومعلوماتنا لقياس مدى سريتها أو مدى أمان البيانات والمعلومات ديت. وزي ما اتفقنا في بداية الكورس ان احنا كلنا بنتعلم مع بعض، انا هسأل سؤال وهستعرض اجاباتكم في التعليقات على الفيديو ده ان شاء الله، ومنها هنفهم هل وصل او وصلنا مدى معرفتنا بالموضوعات اللي تم تغطيتها في الفترة اللي فاتت. السؤال بيقول: الى ماذا يشير حرف الاي في مصطلح CIA، وماذا يقابله في مفهوم تريبل اي؟ سؤال مرة كمان، حرف الآي بيشير لكلمة كده هي في الـ CIA ومعناها إيه؟ وإيه اللي بيقابلها في مفهوم التريبل إيه؟ يعني لو قلنا إن السي يعني confidentiality وهي تعني سرية، بالتالي بيقابلها في مفهوم التريبل إيه اللي هو الأوثنتيكيشن، واللي بيمنع غير مصرح ليه من التعامل على البيانات والمعلومات من خلال الهويات الرقمية اللي هي كلمات المرور والأكسس كارد وما إلى ذلك. فسؤالك أنت، حرف الآي في CIA إيه هو، وماذا يقابله في مفهوم التريبل إيه؟ أشوفكم الخطوة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.